يا ماما انا في المطبخ بس هشرب وجاي هشرب وجاي جايالك اهو جايالك. ماما انا نسيت ان انا عايزه سكر معلش فمعلش انا هاخد الكسين اللي عندي معلش. اقعدي انت بقى من غير سكر عادي يعني انا لسه متجوزه جديد وبتاع فانا محتاجه السكر ده بصراحه وحالتنا بيقوس منها. ماما بقول لك ايه معلش والنبي كان في كسين مكرونه كده مزغللين عينيا يا ماما فانا محتاجاها. كسين مكرونه وكيس صغير وكيس شعريه فمعلش يا ماما استحمليني استحمليني يا حبيبي. انا فتحت الفريزر وبعدين لقيت ايه كيس بسله بجزر فهم يلزمونا عشان ايه مصطفى بيحبهم قوي وبعدين انت عارفه فلقيت ايه ما ينفعش اعمله كده من غير لحمه فلقيت كيس لحمه يا ماما. معلش يا حبيبتي وكسين صلصه بقى معلش يا ماما انت عارفه يعني احنا لسه جداد يا ماما لسه جداد وبعدين ايه محتاجين مساعده ومعونه منكم فيا ريت ما تزعليش. وصحيح يا ماما لقيت كيس باميه كيس باميه يا ماما كيس باميه يا حبيبتي ولقيت ايه بقى يا ماما لقيت ايوه لقيت كيس كمان يا ماما كيس طماطم كيس طماطم انا محتاجه يا ماما كل حاجه دلوقتي الفتره دي انا محتاجه معونه. ايوه ما تبرقليش عادي يعني انا بنتك ايه طيب يعني لازم تساعديني لو ما ساعدتنيش انت مين اللي هيساعدني يعني يا ماما ها مين اللي هيساعد مفيش حد بيساعد حد يا ماما غير الاهل لازم تساعدوني اقفوا معايا. صحيح بقول لك معلش الحاجه دي مش هتنفع تتعمل من غير بصل فانا لقيت كام بصلايه عندك كده فانا هاخدهم وبعدين ايه بنزلي تجيبي انت عارفه ان انا ايه مش هقعد اقول لك كل شويه بقى متجوزه جديد وما اعرفش الكلام ده بيتجاب ازاي اصلا فانا ما اعرفش فانت بقي جيبي انت بصل وجيبي كل حاجتك وانا هبقى اخد منك على طول يعني احنا في بينا كوبري رايح جاي كده امي وبنت يعني ما مش موضوع يا ماما مش موضوع يا حبيبتي بقي جيبي انت بصل عادي يا حبيبتي بقي انا حاجتي كلها هنا اهي حاجتي ما حدش يمد ايدي عليها من فلوس ابويا فكريش كده فلوس ابويا يا ماما. بقول لك صحيح انا لقيت في بكيون شاي كده فبعدين البكيون دول يلزموني لان مصطفى مدمن شاي يا ماما مدمن شاي ما اقولكيش مع السكر اللي انا واخداه منك والله مش هيكمله مش هيكمله 3 ايام مدمن خلص الشاي كله حسبي الله ونعم الوكيل. بصي انا لقيت زيت زيت كده تلزمني هاخدها ولقيت ازازه من بتوع التموين بردك ايه عينيا رايحه عليها كده بردك تنفع فتقضيه كده تقضيه فبتصرفي انت بقى. ماما انا محتاجه كيس الام ده انا شايفاه من ساعتها محطوط على الرخامه ومش راضيه امد ايدي عليه بس انا محتاجاه ضروري لان في عندي لبس كتير عايز يتغسل فانا محتاجاه صراحه بصراحه يعني مش هيغلى على بنتك بقى يعني مش هقول لك يا ماما بيض يا ماما بيض ما تقوليش ان عندك بيض يا وليه يا مصطفى بيموت في البيض بيض مسلوق بقى وبيض بسطرمه بيض بالزيت. بص الدنيا خربانه يا ماما الدنيا خربانه يا خرا ولا العجه يا ماما بيموت في العجه ما اقولكيش ال 12 بيضه دول ممكن يا ماما ياكلهم على يومين ما اقولكيش والله مدمن بيض 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 عنده ياكل الصبح الظهر العصر المغرب بيض في بيض ما اقولكيش ده انا بصي الثلاجه بتاع البيت بتاعي يا ماما عمران بيكي والله عمران بحاجتك دي ما فيش بعد كده يا ماما يا خرابي يا وليه مش تقولي ان في جزر احي كيس جزر يا ماما كيس جزر يا ماما وسايباني لا ما تقوليش ما تقوليش انا عارفه ان انت مش هتخلي حاجه يعني ما بتتخليش عليا بحاجه والله احي احق طماطم يا ماما طماطم يا خرابي طماطم يا لهوي دي صغيره يا ماما حلو هتمشي الدنيا يا ماما عادي مفيش كلام ماما انا لقيت كيلو عدس احمر كده فانا ايه يعني هاجي على نفسي واطبخ ايه العدس ده مع شويه رز من عندي واخد منك ايه 3 4 بطاطسيات كده تمام وهعمل له ايه كشري بقى وبطاطس بالبيض يا ماما بصي ما اقولكيش هنخرب الدنيا والله وهندعي لك صبح وظهر وعصر ومغرب والله ربنا يخليك ليا يا وليه والله بحبك مش مشكله انت ممكن انت ابويا موجود ممكن يعمر لك الدنيا وممكن تستحملوا تشكلوا مع بعض انما انا لسه متجوزه جديد يعني لسه جديده يا ماما عقبال ما افهم بقى قدامي 3 4 سنين كده اخي خد منك كل حاجه وبعدين حكي لابويا من فلوس ابويا عادي وبعدين الراجل اللي معايا لسه عقبال بقى ما يشم نفسه وانا اشم نفسي وافهم بقى الحاجات دي بتتجاب منين اي نعم الكلام ده بيتجاب بس بالسهل يا ماما عقبال بقى ما تنكفي مع بتاع الطماطم وبتاع الخيار وبتاع الجزر وراح اجيب بتاع اسمه ايه السكر وشاي موضوع يا ماما انا هاجي اخد منك كل حاجه انا هعتبر البيت ده هو السوبر ماركت بتاعي يا ماما موضوع انتهى.